من منطلق واجب الشاعر بنظم القصيد بكتب وبقول ما يقفى لكل العباد من كلمة الحق والصدق الصريح الأكيد بصدح بها فوق رأس المشكلة والعناد في صدق الإعلام والعاجل ونقل الجديد أتعثر الصدق واصبح واقع أهل الفساد ولا بقي غير عاجل مصدر أبو فهيد في صرح الإعلام أصدق من يسوق الجداد ولا بقي غير عاجل مصدره أبو فهيد في صرح الإعلام أصدق من يسوق الجداد من حيث الأحداث والبث المباشر يفيد بسرع عواجل وبصدق من نقلها وفاد مرئي ومسموع صورة صوت خط البريد من حيث ما يستجد العلم والبرق قاد في كل محفل وجبهات الشرف هو الوحيد اللي نقل وقع صبطون القطع والزناد لين أصبح الكينج والنجم القريب البعيد ومنبر الصدق وإعلام الوفاء والسداد ناموس الإعلام وسامه وبيرق فريد وتاج ستلايت البث الفضائي وكاد واسمه على الدوت كم شامخ وراسي وسيد وانتر دبليو دبليو يفتخر به وزاد وفاء جماهير شعبية وهل من مزيد رقي تقدم ثقه بالنفس رامي وصاد وسلامتكم.